بعد النزوح الطويل وعودة الأهالي للبلدة طبعاً بضغط منهم إنه القرى الجوار عندها كهرباء، فاستطاعوا التواصل عن طريق لجان المصالحة يوصلوا الكهرباء لبداية البلدة. والآن نحن كمجلس محلي خلصنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من تنفيذ المشروع، طبعاً المشروع خاص بالمجلس المحلي، وإن شاء الله هلا قريباً المرحلة الثالثة هي إيصال الكهرباء لجميع المنازل في مدينة كفرنطين في بلدة كفرنطين. Thank you.